على ذكر عبد الغني راشدي اللي هو الان راه مدير المخابرات الخارجيه، وعلى ما يبدو راه موجود في فرنسا في وضع صحي سيء. طبعا تم نقله بطائره خاصه الى اخره. الناس الموتين هو الشعب الجزائري. نعم، الجزائريين اللي لداخل مرات ما يلقاوش حتى الدواء، لكن هما اللي وجعوا راسه يدوا. نعم نعم. انت كنت حكيت لي عليه ايضا. وش تعرف على راشدي؟ فقط على البحه الغالب، راني مريض استاذ. لا راك مريض، وراك اصريت انك دير البرنامج، مع اني انا اقترحت عليك ان ناجلوه يعني، لكن انت اصريت. لا لا لا، مش مانيش في حاله، فقط رشح يعني، مش حاجه خطيره، نقدر نكمل لايف. تفضل استاذ. قلت لي عبد الغني راشدي انسان ايضا فاسد، كان ذكر لي صحفي صديق وهو حاليا في احدى الدول الخارجيه، ذكر لي صديق ايضا مقيم في هذه الدوله الخارجيه ينحدر من ولايه في الغرب، حول الشبكه اللي كان يديرها عبد الغني راشدي، شبكه البغاء. يعني كان يجيب شابات يكونوا حسنوات وشباب ايضا دي جان دي ماك يكونوا بوغوت ويكونوا شابين، ويجندهم باش يديروا امور شذوذ الجنسي ويمارسوا اللواط مع شيوخ واثرياء في الخليج، ويعطوه الباي تاعو. وعندي اسماوات. كان هو يشرف، كان هو يشرف على هذا الامر. الناس نخاف نسبب لهم مشاكل. عنده علاقات بهذا المغنيين، هذو الشواذ وهذو المغنيين تاع الملاهي ايضا عنده علاقه بهم، لانهم هما كان يستعملهم باش يجيبوا يجندوا هذه الفتيات وهذا الشباب. كاين اللي راح برضايته لانه فيها اموال كبيره، وكاين اللي غالب عليه. راحوا قالوا له راح تخدم مثلا نعطيك مثال، يقول لك راح تخدم في مطعم سيرفور، ولكن هذاك المطعم في الطابق الثاني المالك اللي هو خليجي في هذه الدوله الاوروبيه، دوله يعني خليجيه قصدك، دير غرفه وفيها سرير لممارسه الدعاره، ويقسم معاه المبلغ. وعبد الغني راشدي كان يقود هذه الشبكه، وهذا امر معروف. وتخيل انه شخص بهذه القذاره يعطيه مسؤوليات امن خارج. هذا كان خاصه في الفتره اللي كان فيها ملحق عسكري في الامارات، خاصه الدوله الاوروبيه الدوله الخليجيه. نعم، كان في الامارات ملحق عسكري في الفترة تقريبا اعتقد ما بين 2014 و2018 او 2015 و2019، يعني ماهيش بعيد يعني. نعم تقريبا. وهذه المعلومة قالها لي هذو الشخصين اللي نحفظ، ما نحبش نذكر اسماواتهم حتى لانهم حاليا مقيمين في الخليج، وراهم ولاد فاميليا، وما نحبش ندير لهم مشاكل، وحفاظا ايضا على مصادري باش تزودني بالمعلومات مستقبلا، ما نحركش المصادر تاعي. نعم، مفهوم، لما تكون قضية مصادر مفهومة، لكن أنت تؤكد باللي هذا عبد الغني راشدي اللي هو كان مسؤول الأمن الداخلي لمدة سنتين، والآن راه حطوه مسؤول الأمن الخارجي، وهذا كان يشرف على الدعارة يعني، وبعبارة يسبون الناس. وبعلاقاته بأثرياء من إحدى الدول الخليجية، واللي كانوا ساهموا ضغطوا على ما اظن على سعيد شنقريحة قائد الاركان اللي باش يعينوا مدير امن خارجي، لانه كان سعيد شنقريحة ما يتيقش في عبد الغني راشدي، لانه ماهوش كوريكت يعني، يمشي طق مثل ما يقول مثل الجزائري، طق هنا وطق لهيه يعني مع الواقف. سعيد شنقريحة ما يتيقش فيه، لكن بما انه الخارجيين ضغطوا بحكم علاقتهم الجيده مع عبد الغني راشدي، لذلك تم تعيينه مدير امن الخارجي خلفا للواء مجد الكحال. نعم، بدل ما يتم طرده، لانه في الاصل كانوا باش يقوموا بطرده.